وأول حاجة بعتيها تفتكري كانت بكام؟ اول حاجه بعتها كانت الكنبه، بعتها ب 250 جنيه. ما شاء و50 الله. جنيه وكانت مكلفاكي كام؟ لا كانت مكلفانا كتير، بس انا علشان مثلا يعني الشهر، وعشان بس لا الناس تعرفنا وكده، طب في كنت مجتمع الصعيد سهل يتقبلوا واحدة تشتغل نجارة؟ تقبلوها وكانوا فرحانين ايوه بيكي؟ كتير كتير الناس تقول يساعدك على عيالك، ربنا ربنا يسعدك بكده، يكرمهم ملح اللي والله. انت فكرت كده مريم، واشتغلت. ال 250 جنيه دول أول حاجة قبضتيها من كنبة، طبعا كان حالك عامل ازاي في قبل ال 250 جنيه وبعد ال 250 جنيه الموضوع بقى عامل ازاي؟ الموضوع كان بيتك العملية، شكله ايه؟ كان تعبانة؟ كان أيوة طبعا تعبانة، هي شغلة أصلا تعب، طبعا هدى. هي شغلة تعب وهدة وترابة، واخدة بالك، ومصاريف. يعني أنت قبل ما تجيبي غيرها وتجيبي مسامير وتجيبي صفايح وتجيبي ده عدة عطلة مفكات عطلة، يعني دي كلها مصاريف. يعني علشان أنت تبيع حاجة 250 جنيه، وعشان تجيب المواعين اللي حواليها دي طب عاوزه 250 تاني. بس انا زي ما تقول اروح للدكان اديله 100 اجيب 200، المره الجايه بحاجه اديله 100. وهم لا كلهم كانوا سايبينك تعملي كده. مريم جدعه، نساعدها. بس ما اديها لهم، يعني انا مش طبعا انا فاهمه، ما بتاخديش حاجه كده، بس ما بس بيطلبوش منك مسهلين الدفع الطريق، دلوقتي. مسهلين الطريق، اللي انا معايا 100 ماشي، معايا 50 ماشي، معيش خالص يا مبيع عادي. طب ولادك دلوقتي بقى عندهم كام سنه؟ انا ابني الكبير عنده 20، ما ده شاء الله هتجوزي ربنا. يديله ربنا، ده في الديش بس. في الديش. طب بس يا ما راح وهتجوزي الديش تعبني، ليه بقى؟ تعبني ازاي؟ اللي كان ساندني هو كان اللي كان يسهل معايا بيشتغل معاكي. المشاوير، ابني اللي هنا طب ده والولد 12 سنة، الصغير التاني 12 سنة علميه بقى. اما علم، اي اما علم، ما خلوش يدور في الشارع، صح اما جدع. علم. طب انت كنت متوقعه ان هم يكلموك يقولوا لك ان انت عندك تكريم مع السيده انتصار السيسي؟ ايوه رنوا عليا كتير، ايوه رنوا. انت كنت متوقعه. لا ما كنتش متوقعه صدقين، بس انا جتني مفاجاه، رن عليا واحد اسمه المفاجأة دي استاذ عصام، عملت فيكي ايه؟ ها؟ قال لي اللي انت عندك تكريم للست التكريم. انصار السيسي. طيب حلو قوي. لما روحتي انبسطتي؟ اتبسطت حسيتي انك بيها. عملتي حاجة؟ دي يعني حلوه، يعني هي حلوه وجميله وكلها زوج وكل احترام، واستقبلتنا الوليه وكل مواصفات الادب فيها. قالت لك ايه؟ شكرتني، قالت لي مش شاكرين اللي انت عملت كده، مش شاكرين على شهادك، ومش شاكرين اللي انت برضه فكرتي. بعد التكريم بقى وانت واقفه جنب السيده انتصار السيسي روحتي البلد، احكي لي روحت البلد كل قالوا الناس لك ايه فرحت لي، بقى؟ كل الناس فرحت لي، صح؟ كل الناس فرحت لي اللي انت يعني قابلت ناس عظيمه، لا انك بطله، وانك وانت اللي عشان انت انت بطله فقابلت ناس عظمه. الناس كلها سجعت، جدع الناس جدع كلها بقى. سجعت.